لن يكون هناك مشكلة إذا كانت التقديرات واحدة كما كان عليه البداية بعد الثورة. لكن بمرور الزمن حتى انقلاب سنة 2021 6 أكتوبر 2021 كانت فيه كلمة الجيش والدعم السريع كانت كلمة واحدة، كانا متفقين تماما على قيام الانقلاب العسكري في ذلك التوقيت. لكن بعد الانقلاب بدأت تتغير التقديرات كل طرف والآخر وفعل ذلك. نعم سيد عثمان، دعنا نستمع معك إلى أصوات لتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وربما قوات الدعم السريع. لا الحقيقة يبدو أن هناك استخدام لأنواع سلاح مختلفة ما بين المتوسطة وأيضا الثقيلة. هل كنتم تتوقعون كسودانيين قريبين من الخلاف السياسي أن نصل أو يصل السودان إلى هذا المشهد ونحن نتابع هذه الاشتباكات ودوي إطلاق النار الكثيف في العاصمة السودانية؟ سيد عثمان. نعم هو لم نكن نتوقع فحسب، كنا نحذر، يعني كنا نتحدث بصورة مستمرة طوال الشهور الماضية نحذر من الطلقة الأولى ونكتب دائما ونقول أن الحرب أولها كلام، لأنه نشأت حرب كلامية وخطب علنية بين الأطراف وكانت تتحدى بعضها البعض. كنا نقول دائما أن الحرب أولها كلام وأن هذه الخطب وتأجيج من نيران الكراهية بين الطرفين سيؤدي في النهاية لاستخدام السلاح، وظلنا نكتب ذلك حتى اللحظات الأخيرة قبل اندلاع هذه المعارك. قلنا أن الوضع يتطلب أن تتدخل العقول الحكيمة والراشدة لإيقاف نيران الفتنة قبل أن تبدأ، وقلنا أنه إذا أطلقت الرصاصة الأولى سيكون من الصعوبة بمكان بعد ذلك إيقاف القتال، لأن المنطق سيكون منطق الرصاص. كل ذلك حذرنا منه لأننا كنا نرى أمامنا معطيات هذا الصراع الذي بدأ سياسيا لكنه حالما تغير بسرعة سريعة جدا لاستقطاب عسكري حول مواقف سياسية إنها نتج منها هذا الحريق. كقراءة يعني من حديثك، الحرب أولها كلام وبدايتها طلقة، في رأيك يعني هل تتوقع أن الجيش هو من اتخذ الخطوة بإحكام السيطرة على هذا التمرد كما وصفه، أم أن قوات الدعم السريع امتلكت الجرأة لاتخاذ الخطوة وإطلاق الرصاصة الأولى؟ نعم سأقول لك يعني بكل وضوح ولوقت حقيقي لهذه النقطة، لأنها فعلا نقطة مهمة جدا وستكون مسار جدل خلال الفترة المقبلة لتحميل مسؤولية لأحد الأطراف. إذا أطلقت الرصاصة الأولى في الثانية صفر ثم أطلقت الرصاصة المضادة من الطرف الآخر في الثانية واحد، أي أن المسافة بين الطلقتين كانت ثانية، فهنا اشترك الجميع في إطلاق الرصاصة الأولى. معنى ذلك أن الذي أطلق الرصاصة الأولى خطط ودبر، وأن الذي رد عليه كان أيضا خطط ودبر وانتظر هذه الرصاصة ليرد عليها برصاصة، فيصبح اشتركا في قرار الحرب، وأن قرار الحرب كان مجرد انتظار صافرة الحكم، وصافرة الحكم يمكن بعد ذلك أن يشترك الجميع في إشعال الحريق فيها. فأنا في تقديري الذي حدث هو أنه فعلا كان هناك تدبيرات مسبقة لهذه الإجراءات من كلا الطرفين، كانا يتحسبان لبعضهم البعض، وكان كان فقط انتظار سيد عثمان. يعني دعني أتوقف هنا معك، لكن يعني ألا يكرس فكرة أن تمنح المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش السوداني السلطة لقوات الدعم السريع، فكرة أن الجيش السوداني بالفعل اتخذ خطوات قد أضرت بالسودان وأوصلت إلى هذا المشهد؟ يعني هذا صوت سوداني قد يأتي وربما يكون واقعيا. إذا كنت تقصد خطوات هي الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، لا أتحدث 2021. عن إعطاء قوات الدعم السريع هذه القدرة على أن تكون لها الرغبة في المشاركة في السلطة السياسية. لا طبعا هذه ليست فقط يعني ترتيبات عسكرية، هذه كانت ترتيبات اشترك فيها المدنيون. أنا سأقول لك واحد من هذه الترتيبات، تم اختيار قائد الجيش ليكون رئيسا لمجلس السيادة في حكومة دستوريا يتشارك فيها العسكريون والمدنيون. بالمنطق الحسابات البسيطة يجب أن يكون نائب رئيس مجلس السيادة من القطاع المدني، صحيح، باعتبار أن العسكريون أن العسكريين نالوا المنصب الأول رئيس مجلس السيادة، بالضرورة يجب أن يكون المدنيين لهم المنصب الثاني. يصبح السؤال لماذا أسند المنصب الثاني أيضا للمكون العسكري؟ لماذا حاز
المكون العسكري ما تفسيره الأول والنصف الثاني؟ تفسيري الذي هو السؤال ده وجهناه لكل الذين كانوا في مجلس السيادة في ذلك التوقيت، كانوا يجيبون بكلمة واحدة أننا لم نفعل ذلك، وأن ذلك كان بحكم بوضع اليد، يعني أن نائب الرئيس هو الذي خلق المنصب وهو الذي عين نفسه في المنصب. هنا يكون السؤال، وما دور المجموعة المدنية الموجودة داخل مجلس السيادة؟ هل هم مجرد متفرجين على الوضع؟ هل ليس لديهم الجرأة أو حتى الطموح بأن يتولوا هذا المنصب؟ هل بعد كل الثورة العظيمة التي قام بها الشعب السوداني ليس لديهم القدرة على المطالبة فقط بأن يكون لهم المنصب الرجل الثاني؟ خلافا لذلك تم تكوين عديد من اللجان المهمة في جميع القضايا، السلام والاقتصاد، قضايا كثيرة جدا كلها أسندت إلى المكون العسكري. كان دائما المدني نائبا للعسكري في هذه اللجان. هذا وضع واضح تماما أنه فيه تقصير كبير جدا من المكون المدني الذي يعني أهلته الثورة لأن يتولى قيادة الثورة في هذه الفترة.